شبوة هي واحدة من أبرز المحافظات اليمنية التي تعاني من ظاهرة الثأر. هذه الظاهرة التي تحولت إلى آفة تفتك بالمجتمع، وأصبح السلاح هو اللقاء الوحيد للتخاذل في أغلب الأحيان بين بعض أبناء المحافظة. خلال النصف الأول من العام الجاري رصدت نحو 40 حالة قتل شهيد التشبوة، كما يشير تقرير المنظمة الخضوات المحلية، وتعود أسباب هذه الحوادث إلى ثأرات ونزاعات مسلحة. الثأر في تنامي مستمر، فخلال هذا العام من بداية يناير حتى أغسطس حتى الآن تم تسجيل مقتل 40 شخص من أبناء محافظة شبوة في حوادث متفرقة دوافعها ثأرية أو نزاعات أهلية تفضي إلى استخدام السلاح. غياب دور الجهات المعنية وسقوط هيبة التلات القالبية وتدني مستوى الوعي في أوساط المواطنين من ضمن الأسباب التي ساهمت في تنامي ظاهرة الثأر في هذه المحافظة، لكن لا بأس أن تظهر أصوات وأعمال تحاول إحداث تأثير في هذا الجانب ولو ضفيفا. فالشاب عصام الخليفي أحد أبناء المحافظة مع مجموعة من زملائه حاولوا من خلال إنتاجهم لسلسلة أفلام تهدف إلى توعية جيل الشباب من مخاطر الثأر. هو عمل توعوي من قبل أبناء قرية الكريبية، وهو يتحدث عن نزاعات الثأر التي تحدث في هذه المحافظة، وهي محاولة أيضا لرسم ملامح أخرى لمحافظتهم التي طالما عانت من الصراعات القبلية وحصدت أرواح المئات من الأبرياء، كما حرمت آخرين من حقهم في الحياة والعيش بحرية. فهذه المحافظة وغيرها من المحافظات التي أنهكت النزاعات الداخلية ما زالت تدفع ثمن غياب الدولة لأكثر من عقدين من الزمن. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوه.